نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث اللي حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية والوفد رفيع المستوى المرافق له. اللقاء تناول العلاقات الراسخة بين مصر والاتحاد الأوروبي. امبارح أيضا استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لارس راسموسن وزير خارجية الدنمارك. المباحثات تناولت الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والضرورة القصوى لتغليب مسار التهدئة والتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في هذا القطاع. أخبار كتير حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل جوزيف بوريل الممثل أعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والوفد رفيع المستوى المرافق له اللي ضم مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول العلاقات الراسخة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أثنى الجانبان على الزخم الذي يشهد التعاون الثنائي اللي تكلل في الشهور الأخيرة بإعلان الشراكة الاستراتيجية والشاملة وعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي. وقد تم تأكيد العزم على الاستمرار في استكشاف آفاق جديدة للتعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة وموضوعات الطاقة والهجرة والبيئة، بما يحقق مصالح الطرفين في مواجهة التحديات المشتركة. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لارس راسموسن وزير خارجية الدنمارك. وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي إلى أن اللقاء تناول الأوضاع في الشرق الأوسط والضرورة القصوى لتغليب مسار التهدئة والتوصل لاتفاق يتم بموجبه وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل المحتجزين، بما يسمح بإنقاذ أهالي غزة من الأوضاع المعيشية المأساوية التي يعانون منها. كما تم مناقشة عدد من الأزمات القائمة بالمنطقة، خاصة الأوضاع في السودان، وأكد الرئيس ضرورة دعم السودان الشقيق، مستعرضاً في هذا السياق جهود مصر لاستعادة الاستقرار به، ومشدداً على أهمية احترام سيادة السودان ومؤسساته الوطنية ووحدة وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤون الداخلية. ده بالإضافة لتكثيف الدعم الإغاثي في ضوء تفاقم صعوبة الأوضاع الإنسانية اللي بيعاني منها أبناء الشعب السوداني الشقيق. امبارح هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فلاحي ومزارعي مصر بمناسبة الاحتفال بالعيد 72 للفلاح. وأكد رئيس الوزراء أن هذه المناسبة تأتي تخليداً لجهد الفلاح المصري الدؤوب عبر السنوات والعقود، وعرفاناً بفضله في تنمية وتطوير القطاع الزراعي الذي يظل أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني. وشدد مدبولي على أن برنامج عمل الحكومة يكرس اهتمام خاص بهدف الأمن الغذائي، ويرصد لتحقيقه إجراءات في مقدمتها مساندة الفلاح المصري عبر حوافز وسياسات تسهم في تعزيز زراعة المحاصيل ذات الأولوية وتوريدها للدولة بسعر عادل، وتزويده بالتقنيات والاحتياجات الكفيلة بالمضي بخطوات حثيثة نحو التوسع الأفقي والرأسي في الرقعة الزراعية وتدعيم سلة الغذاء الوطنية. امبارح أيضاً وخلال افتتاح جامعة بادية بمدينة أكتوبر الجديدة، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلمة خلال الاحتفالية اللي أقامتها الجامعة بهذه المناسبة بالشراكة مع جامعة تكساس الأمريكية بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب والسفراء والإعلاميين والرؤساء التنفيذيين لعدد من أبرز الشركات العاملة في السوق المصرية. وأوضح دكتور مصطفى مدبولي أنه في عام 2014 كان عدد الجامعات الموجودة بمصر ما بين 50 و52 جامعة. اليوم أصبح لدينا 100 جامعة، واستطاعت الدولة المصرية في خلال 10 سنين إضافة نحو ضعف عدد جامعات موجود بالفعل. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة إجراءات تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في إفريقيا. وصرح السفير محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش آليات تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في إفريقيا وتحديد المعايير الخاصة بعملها من خلال التواصل مع المجالس التصديرية تمهيداً للإعلان عنها. وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية هذه الوكالة في دعم الصادرات المصرية، حيث إنها ستمثل مكون رئيسي ضمن برنامج دعم الصادرات اللي بيتم الانتهاء منه حالياً.